ومن جانبها أكدت معالي الشيخة هيا بنت راشدة الخليفة عضو مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة على ما تتميز به مملكة البحرين من مبادئ السلام والتعايش وما تبذله في سبيل تعزيز هذه المبادئ وغيرها مما يساهم في خير البشرية جمعاء، وأضافت أن الصراعات بين الدول ترجع إلى قصور في فهم الآخر أو الرغبة في الاستحواذ، مشيرة إلى أن العالم يحتاج إلى الإصرار على أهمية حل المنازعات بالتفاوض وإتاحة الأمن للبشر ليعيشوا بسلام، وضرورة مواجهة الأصوات الداعية إلى توسيع الخلاف وتعزيز ثقافة الحوار والسلام بجهود جماعية وفتح النوافذ على العالم، مؤكدة أهمية انعقاد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مملكة البحرين لتحقيق هذه الأهداف السامية. يسعدني ويشرفني أن أتحدث مع هذا الجمع المتميز من أعضاء وعضوات الاتحاد البرلماني الدولي، مرحبة بهم في بلادي البحرين، بلاد التعددية والتسامح وقبول الآخر، في بلد تفخر باستضافة عدد واسع من الجنسيات المختلفة وتنوع في الديانات والمذاهب، جميعهم يستظلون بقوانين منصفة تحقق لهم الأمن والأمان. لقد كانت هذه البلاد قد رحبت بزيارة كريمة من البابا فرانسيس في نوفمبر الماضي في زيارة سلام وحوار وتعايش، وقد كانت الصلاة الجماعية التي قدمها مع الجمهور الغفير الحاضر تنم دون أدنى لبس على ما تضعه مملكة البحرين من أمل في الحوار والتعايش والتسامح.